السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناة تربية الحسون، الصفحة الرسمية معكم جلال. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى عليكم عاش. إخواني أخواتي، لنا عودة لكم في فيديو جديد إن شاء الله في تربية الطيور على قناتي إن شاء الله، وتجهيز الحسون إن شاء الله بكل شفافية. الناس اللي حاب تخدم معي العام هذايا 2024 ربي يبارك ما شاء الله وتنجح معنا كما نجحوا خواتكم الآخرين، حاول أنك تتبع معايا حبة حبة. رانا طلقنا زوز مواضيع عن التجهيز، روح شوف أخوي العزيز وابدأ أخدم معي. حاليا في هذا الشهر راح نبدأ نخدم معكم على التجهيز. على بالي باللي طولت عليكم شوية، كانت عندي شوية أمورات ومشاكل نحل فيها إن شاء الله والحمد لله. العام هذايا إن شاء الله حاولوا أنكم تخدموا معنا، لي مثلا يشوف في روحه طيور تاعو جاهزة ولا مزروب ولا كذا، أرجع للفيديوهات السابقة تاع العام اللي فات، تاع العام اللي قبله، تاع العام اللي قبله، إن شاء الله راح تستفاد كتير كتير كتير، لأنها مواضيع إن شاء الله جد مهمة ونجحوا بها خاوته. بون، زيد الناس اللي تبعت معايا مواضيع جديدة تاع العام هذايا، دوك حنايا في لابريباراسيون تاعنا تاع الفراخ، واش نديرو حنايا؟ الحمد لله. واش نديرو الخطوه تاع اليوم المره هذه مثلا، واش نقدم انا للطيور تاعي نبريباريهم، انت اخدم معي. حنا مثلا درك كي ضربت الشميس نحطوا للمقان نتاعنا مثلا، نحطوا لهم الدوش. الحاجه اللي نستعملها دو طون زون طون، يعني مره ولا مرتين في السمانه ولا مره في السمانتين ولا مرتين في السمانتين، هي نستعمل السيروم. هذا السيروم هذايا مفيد جدا للطيور. علاه؟ لانه مفيد للأمراض العين وأمراض الأنف اللي توجد في الطيور والجروح مثلا ولا حاجة، يعاود يتريتها هذه. واش ندير له؟ حطوا غير قطرات فقط، حطوا اسمح لي دقيقة، ها حطوا لهم غير قطرات فقط في الماء، يدوش المقنين تاعك ربي يبارك ما شاء الله، يصفي له العين تاعو كاش ما عنده ميكروب لزكريا ولا كاش لقطة في الأنف تاعو ولا حاجة، يعاود يصفيها له. عنده غبره في عين وعنده اي حاجه ان شاء الله يخدم له الدوش تاعو، حتى الريش تاعو مليح يزينه له ما شاء الله. تاني خطوه تقوم بها كي تدوش لك الطيور تاعك وتشمس وكذا، عندك نقطه ثانيه اللي هي لازم تخرج المال تاعك، كل الفيميل تاعك تخرجها من الخارج باه تبدل الروتين تاع المقانن، باسكو يقعدوا ياسر في الدار، واحد يحزن واحد يسكت واحد يقاطي، خرجهم ديما للشميسة، خليهم يشوفوا البرة، نحي لهم أرضية القفص، حطهم في التربة، راح تعدل الفرخ تاعك في الخارج قبل الداخل. تاني نقطة ننوه عليها، أنك واش يتوفر عندك كما راك تشوف مد للطيور تاعك، عندك التيفاف، عندك البروكلي، عندك السلاطة، عندك الحرايق، عندك الخبيز، عندك أي حاجة حطها له، يعني مرة مرتين في السمانة. في الفترة الباردة والشتوية حاول أنك ما تقدمش نباتات بكثرة، لأنهم دير لهم لدياري. ثاني نقطة ولا ثالث نقطة نوه عليها خودنا العزيز، كل واحد به يشتها وكل واحد به يحب يخدم. عنا عدة مواضيع، دوك نخليكم حط الرابط في الديسكريبسيون عندي هنا تاع الأدوية للتجهيز، الاستعمال تاعها، كيفية الاستعمال، المدة كذا، أخدم بهم كل واحد زي ما يخدم. واحد مثلا يخدم بالأدي تروا، واحد يخدم بفيتامين، واحد يخدم بالفيتافورم، كل واحد كيفاه يخدم. أنايا هدية أدوية بريزونطابل برك قدامكم، لأني عندي عدة أدوية أنا نخدم بها مع الطيور تاع التجهيز تاع العلاج تاع ستريس تاع أي حاجة تفهمنا. أنا اليوم واش قررت أني الطيور تاعي نط صباح، كما تعرفوا الجو متقلب والجليد بزاف، ضربة جليدة المقارنة راهي شوية بتبدأ ترجع في القوة تاعها، ما تخافوش. الناس اللي شاف المقنين تاعو قاوي يبدا يرجع له، اي من البروده فقط وتقلبات الجويه. اليوم واش راح ندير لها انا مثلا؟ ما نعطيهمش الادي 3 او ولا نعطيهم مثلا الفيتامين او ولا نعطيهم اي فيتامين تاع التجهيز، راح نقدم نبدا نقدم فيتافورم في الماء. فيتافورم في الماء كما قلت لك، عندك 4 قطرات 5 6 قطرات في الماء في لابيفي تاعك 24 ساعه وتنحيه. هذايا فيتامين مقوي، حيقوي لك الطيور تاعك، خليهم في سلامه اون بون سونتي اون بون فورم، المقنين تاعك يهز روحه شوي. من بعد الشهر هذايا ان شاء الله راح نبداو في تقديم وتجهيز الطيور عبر الفيتامينات. وكما قلت لك الناس اللي تخدم بالطبيعي، اخدم على روحك بالطبيعي ربي يبارك ما شاء الله. اذا شفت الطيور تاعك متوخره ولا فاشله ولا ماهيش جاهزه ولا روطار ولا بها حاجه، الفو ترافاي افيك لي فيتامين، يعني لازم تخدم بالفيتامين. كما راكم تشوفوا الاوروبيين الناجحين يخدموا بالفيتامين والحمد لله، يكون فيه حتى غرابه مع حمام
تفهمنا يعني كيما نقولوا احنا الشهر هذا راح نبدا نوجد الطيور تاعي بالفيتامينات ان شاء الله. حط الفيتامين تاعك كيما راني نحط انا للطيور تاعي، نخدموا مع بعضنا غير حبه حبه. بالنسبه للناس اللي راهي تراسل فيا وخويا جلال بعث لي مال بعث لي فمال بعث لي، كي تتوفر سلعه اني نحط لكم خاوتنا. وكاين الناس كي نحط سلعه كي يشريوها الناس يجيني هو روطر بعد 3 ايام يقول لي اه خويا جلال عجبتني فمال هذيك ولا عجبني المال هذيك وحاب نديه. خويا العزيز اكروطار انك نحط بضاعه راهي تتباع كيما نقول احنا في يوم او يومين، يعني حاول انك تجيني ترسلني نبعث لك البضاعه تاعك في اقرب وقت وفي سلامه وان شاء الله ثقه كيما راكم تشوفوا خاوتكم اللي داو عليا. تفهمنا كاين ناس تدخل لي تقول لي خويا جلال مقنين فيه الشام فمال تبوزي وتوكل فمال كوبلير من هنا، انني لست مسؤول على التغريد، اني ما نبعث لك الشام ماشني مسؤول على التغريد باش ما ندخلوش في المتاهات هذيك تاع او مقنين هكا ومقنين هكا. نبعث لك مقنين قوه كوبلير ربي يبارك ما شاء الله، نبعث لك فمال باهيه في الزي في اللاطاي بدات توجد انا كي نجيبها جيني نزيد نوجدها بالفيتامينات كيما نقول احنا نزيد نوجدها لك باه كي توصل عندك انت تلقايها بدات توجد وسيبو راح تبوزي لك. يعني انا ما نضمنلكش انا نبعتلك لازم نبعتلك فمالة تبوزي ولازم فمالة توكل، العلم لله خاوتنا انا نبعتلك فمالة عند روح تفهمنا. اذا بعتلك فمالة عند روحها اخدم على روحك واخدم بها، والاسعار مختلفة كل فمالة كيفاه، او ماهوش ما تقدر نحطك فمالة تاع 1200 مثلا خير من بزاف 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 فمالة تاع زوج ملايين. سا ديبون يعني كيما قلت لك انا كي نجيب باللافير نحط لك باللافير، كي نجيب بالغلا ونشوفها حاجة باهية ومخيرة على اليد اني نحطها لك بسعر اللي شريت بها على الغلاء. تفهمنا كان معك اخوكم جلال بارك الله فيكم كامل، للناس اللي توثق فينا واللي دات علينا واللي تبع فينا على القناه نشكركم بزاف. اتغاو على الفيديو هذايا باللي جام ان شاء الله ولنا العوده في موضوع اخر. سلام.